منى عوك المراسلة القاهرة الإخبارية من داخل قطاع غزة، ماذا يدور في القطاع يا منى؟ نعم، تحياتي لك زميلي وتحياتي لجميع المشاهدين. عمليا على ما يبدو بأنها ليلة متوترة في أنحاء عديدة من هذا العالم، في قطاع غزة تحديدا. هنا نتحدث عن حالة من التوتر التي تسود المشهد عمليا الآن. هناك تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية على مستويات منخفضة. منذ قليل كان قد أصدر الجيش الإسرائيلي بيان تحدث به عن أنه هذه الليلة سوف يكون هناك رد قاسي من قبل الجيش الإسرائيلي تجاه الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة. عمليا يعني حالة من الترقب والحذر تسود الأرجاء، وإن كان هناك يعني حالة من الاستنفار التي كانت قد أعلنت عنها فصائل المقاومة الفلسطينية. الفصائل الفلسطينية كانت قد يعني أصدرت بيانا في وقت مبكر من هذا اليوم قالت به بأنه يعني سوف يكون هناك رد من قبلها تجاه يعني استشهاد الأسير خضر عدنان، وبالتالي من هنا بدأت هذه الجولة. التقديرات تقول بأنه يعني من الممكن أن تستمر هذه الجولة ليوم أو اثنين حتى اللحظة طبعا، وذلك بسبب تدخل الوساطات لمحاولة إنهاء هذه الجولة قبل أن تتدهور الأوضاع الأمنية إلى مستويات أعلى من ذلك. منذ اللحظات الأولى كان هناك حديث قوي جدا عن تدخل الوسيط المصري كما العادة لمحاولة ضبط الأوضاع في كل من قطاع غزة وأيضا داخل الحكومة الإسرائيلية، ولكن الآن ننتظر ما الذي من الممكن أن تسفر عنه الساعات القادمة. بكل الأحوال لا يمكن أن تمر هذه الليلة دون أن يكون هناك رد من قبل الجيش الإسرائيلي، لكن ما حجم هذا الرد حتى الآن المحللون يشيرون إلى أنه في الغالب سوف يكون هناك كما العادة رد محدود، لأنه عمليات القصف من القطاع كانت هي عمليات قصف محدودة عمليا تجاه الأراضي المحتلة. الفصائل الفلسطينية لأول مرة تخرج ببيان مشترك تتبنى به إطلاق الصواريخ بشكل مشترك. عادة تخرج الفصائل كل واحدة على حدة وتقول أطلق الفصيل الفلاني أو أطلقنا. ما مؤشر ذلك يا منى؟ نعم، مؤشر ذلك بأنه الفصائل الفلسطينية تريد أن توصل رسالة للاحتلال الإسرائيلي، ولكن ليست معنية بجر المنطقة إلى تصعيد من الممكن أن يذهب بنا إلى جولة قد تكون أكثر عنفا. لو كانت قد خرجت حركة حماس وقالت بأنها أو تبنت إطلاق صواريخ بشكل منفرد كان من الممكن أن يكون الأمر أكثر خطورة بمراحل، ولكن أن تخرج الفصائل الفلسطينية برسالة موحدة وأيضا رد موحد هذا يعني بأنه هناك رسالة سياسية في الأساس. تقصدي يا منى أنه لم ترغب الفصائل أن تحمل الجهاد الإسلامي مسؤولية إطلاق هذه القذائف؟ عمليا هي ليست الجهاد الإسلامي. الجهاد الإسلامي عادة عندما تطلق صواريخ تخرج وتقول بأنه لقد أطلقنا صواريخ، لكن في هذه المرة كان القرار مشتركا لأنه الألم كان مشتركا. خضر عدنان لم يكن الأسير الأول الذي يستشهد في سجون الاحتلال، لم يكن الأسير الأول الذي هو أسير مريض عمليا، لم يكن هو الأول الذي يتوفى نتيجة إضرابه عن الطعام، ولم تكن المرة الأولى التي يضرب بها عن الطعام. لذلك كان هناك محاولات لدق ناقوس الخطر مرات عديدة وكثيرة لمحاولة إنقاذ حياة الأسير خضر عدنان، ولكن هذا الإصرار والتعنت الإسرائيلي يعني والاستهتار بحياة الشهيد خضر عدنان كان مستفزا جدا للفصائل الفلسطينية. وما حدث له اليوم وإن كان يؤلم الجهاد الإسلامي فهو أيضا يؤلم الفصائل الفلسطينية كافة، لأنه القيادات الفلسطينية تحديدا العسكرية منها في معظمها في سجون الإسرائيلية، وبالتالي هناك قادة فصائل وهناك حتى الأسرى العاديين وهم من هم متهمون المعتقلون الإداريين أيضا كلهم يتعرضون لخطر في يطال حياتهم بشكل مباشر ولا يتم التعامل مع الأمر بجدية أبدا. كان هناك فعلا كما قلت أنا يعني كان هناك تحذيرات من المساس أو الاستهتار بحياة خضر عدنان، وذلك بسبب كونه يعني علم وشخصية وطنية
تعني كل الفصائل الفلسطينية، وبالتالي الرد كان مشتركا، وهي رسالة كما أشرت ليس المعني بها والدخول في جولة التصعيد، وإنما هي المعني بها فقط يعني إيصال رسالة بأنه فعلا يعني إذا كان الاحتلال الإسرائيلي سوف يذهب، من الممكن أن يغتال شخصيات مثلا سياسية خلال اليوم أو يوم غد أو حتى الفترة القادمة، من الممكن أن يذهب ذلك بنا إلى جولة تصعيد، من الممكن أن يعني تستمر لعدة أيام أو أكثر من ذلك. سنتابع معك يا منى، سنتابع معك لضيق الوقت. شاكر لك منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية، إذ كنت معنا من داخل قطاع غزة.